السلام عليكم. الصراحة اليوم حسيت بواحد الأمان وواحد الراحة ما نقولش لك أخويا، من بعد ما جيت هنا عند الأمن الصراحة تعاملوا معي واحد المعاملة اللي زوينة، وكنشكر بها رئيس المنطقة ديال الرحمة، وكنشكر بصراحة اللي يلا تعرفت على واحد السيد الله يعمره دار في هذه الكوميسارية، الكوميسير كريم والعوينة، اللي كاع تعاملوا معي واحد المعاملة اللي خلاتني كنحس بعد بالأمان، وأخوتي المغاربة اللي كلهم تضامنوا معايا، اللي كلهم زعما الصراحه بقيت فيهم وتعاملوا معايا واحد المعامله اللي زوينه. والله القسم ما نقولش لك الشعور ديالي دابا انا كيفاش كنحس، والله الله اللي عالم الصراحه، الله اللي عالم. كان معذبني في حياتي، وكنشكر الناس اللي وقفوا معايا ديال الجمعيه وساندوني وكيصبروني زعما الصراحه. صراحه كي ما نكذبش عليك معكم أيوب نيتو الحيان، عضو بالرابطة الحسنية لحقوق الإنسان. الآن تم الاعتقال الشخص اللي بغى يغرر بالقصير من بعد ما الأب ديال الطفلة خرج في مواقع الإعلام بخصوص أنه تغرر بنته، أن هذا السيد هذا تنتحل صفة ديال عون السلطة، وخصوصا ان الاب من بعد ما جا البارح للدائره الامنيه بالرحمه وبغى يوضع شكايه، انهم للاسف ما قدر حتى شي موظف انه يكلف راسه ويتصنت ليه ويحرر ليه محضر ويرافقه. ولكن اليوم رئيس الدائره والعناصر الامنيه ديال اليوم تحركوا ونصبوا ليه واحد الكمين في ظرف وجيز ديال 5 سوايع، وتم الاعتقال ديالو من بعد ما حقوا معاه، رقوا انه لا علاقة له بالعمل ديال الحي الحسني، انه ماشي موظف وماشي عون سلطة. ورحمة الله وبركاته، معكم حسن تيجي الرابطة الحسنية لحقوق الانسان. البارح كما جات معنا هبة بريس درنا واحد الفيديو مع الاب البنية في الدار ديالها، وتلاح الفيديو جابوا معنا رئيس المنطقة ديال الرحمة، الناس الامن ديال الرحمة مشكورة، ان كان بعض الحويجات اللي وقعوا البارح هي المشكل ديال عندهم تدخلات، كاين نقص في الناس الموظفين، هذا عادي حاجه عاديه في المعمل المغرب كله، كاين نقص في الناس ديال الامن. كان عندهم واحد التدخلات ديال واحد السيد ضرب شي واحد بالموس، ودخلوا الناس تما وهادشي، وهو في الابط الدري مسكين تعصب ومشى والتحق بينا حنا، وجينا تدخلنا ودرنا له واحد الفيديو، وجاوبوا معنا الحاله دابا راه الانسان راه السيد راه اعتقلوه، انه هو تيسيب الصفه ديالو انه موظف، هو ماشي موظف. انسان ما خشوش الانسان توظيف، الانسان ما خشوش اللي ماشي موظف ماشي موظف. علاش الانسان تيبدا يكذب على بنيه ولادنا، بنيه صغار، بيقول انا موظف، انا ندير لك، انا نفعل لك، هو خاد الجزاء ديالو. وتنشكروا رئيس الدائره ديال الرحمه، الدائره جوج ديال دوار ولاد احمد، ورئيس منطقه الرحمه مشكوره. هذا هو العمل اللي تنفتخروا به حنا كحقوقيين، تنبغوا بحال هذا العمل يتعاملوا معنا الامن، تنعطوهم المعلومه خصهم يتجاوبوا معنا فيها في البلاصه باش وليداتنا يتاملوا، ما يبقاش الوليده خارجه من الدار وخايفه وتدور هك وتدور. الان راه تشوفوا من بعد الاوديوات اللي لاح البارح، وذكر ان الزوجه ديالو، ذكر العائله ديالو اللي تخلق ليه بطبيعه الحال واحد المشكل اللي كبير. وتنشكروا الناس ديال الامن الوطني اللي خدموا اليوم وسهروا على هذه القضيه هذه، والاب الان راه حس بواحد الراحه وواحد الامن كاين في البلاد من بعد ما تدمر من بعد النهار الاول اللي جا وما سمع ليه حتى شي واحد، ولكن اليوم الحمد لله سمعوا ليه وحروا ليه واحد المحضر وعطاو رقم المحضر، والان تعتقل بطبيعه الحال، راه غينزلوا الحراسه النظريه ويستمعوا ليه حتى هويا، وغيتم التقديم ديالو بعد غدا ان شاء الله، وغنكونوا مؤازرين له باسم الرابطه الحسنيه لحقوق الانسان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.